خاصة بعد المردود اللي قمنا به في مقابلة للفارطة. يعني الفرق هو العقلية اللي دخلنا بها المقابلة هذه، ممكن عملنا أغلاط خاصة فردية اللي خلاه المنافس يعني يستغل الأغلاط الفردية هذه، وسجل الهدف في 20 دقيقة الأولانية خلانا نحن نضيعوا شوية يعني الكونفيونس. ماك تعرف أنا الجمعة اللي فاتت قلت لكم من نوتر إيكيب سي اون جون إيكيب، لي كاركتيرستيك نتاع لي جون إيكيب تنجم تعمل لك بيرفورمانس كبيرة ياسر تو سويت، بعد تعمل لك بيرفورمانس معناتها متوسطة أو غير كافية، وذا اللي صار اليوم الحقيقة. معناتها حتى عملنا اون رياكسيون في الدوزيام ميتون، دخلنا شفنا لعبنا كورة واستغلينا يعني مساحات اللي خلاها المنافس خاصة كي دافعوا 4-4-2، دونك عرفنا كيفاش نتقلوا المساحات، لكن ما عرفناش نسجلوا الأهداف. وصلنا يعني للثلث الأخير نتاع المنافس ما عرفناش نسجلوا الأهداف، وقبلنا هدف يعني ثاني اللي قللنا من الرجوع نتاعنا في المقابلة، والهدف الثاني كيف يعني نوعا ما نفس الطريقة، يعني أغلاط فردية اللي سانوزا كوتي لو ماتش. الحقيقة كما هي مدرب كما هي فريق ما نحملوش الخسارة، خاصة كما قلت لك بعد يعني مردود قدمناه كبير ياسر، ورينا يعني عندنا معناتها مجموعة من اللاعبين المقابلة لفارت هذه، لكن لازم نخليه ديما ساقين على القاعة، لازم دائما يعني المجموعة هذه جوارات صغار لازم دائما نخدموا ونتحسنوا في كأفراد أو كمجموعة، وما نعطيوش يعني غلط في شامبيونا كومبيتيتيف كما البطولة الجزائرية، وفرق كما شبيبة القبائل اللي عندها ملاعبية كبار وملاعبية اكسبيريونس ومدرب كبير ياسر نقدروا ياسر بن شيخة يعني يتخلص كاش، وذا اللي صار يعني في المقابلة هذه. نمسحوا ساقينا مرة أخرى ونعاودوا نخدموا برشا 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 باش نجموا يعني نحسنوا، واحنا المنافس الجاي ما يقلش يعني مستوى على المنافسين اللي لعبنا لهم، ويلزمنا يعني نرجعوا يعني في المستوى نتاعنا فرديا وكمجموعه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.